قبل كل شيء بدي اعتذر منكم انه اجينا بلا موعد، بس بصراحه حبينا نعملكم سربرايز. مو مشكله حبيبه قلبي، هذا البيت بيت كرم وجود، والضيف ضيف الله، وانت بضيافتنا بعون الله. هي نانسي عندها شويه مواهب بتحب تطلعون هيك غالبا تعملوا ضيوف. لا بس فظيعه عن جد، كتله من المواهب يا انسه نانسي بهيك. ربنا يخليك لي يا رب. هو يعني بصراحة أنا اسمي الحقيقي نعمة، وصحابي في الحارة كانوا بيقولوا لي يا نعومة، وأهلي وقرايبي كانوا بيقولوا لي يا نعمة الله، لكن نانسي ده الاسم الحركي بتاعي، يعني الاسم الفني. خلصنا نانسي بقى. أنسي دادو ما بتصلح نانسي لبرنامج فوازير؟ وليش لا؟ ده أنا شاطرة جدا جدا في الفوازير يا بي. هتسمع الفزورة دي، شي برق برق وبتخبى بين الورق. نانسي استعجلينا بالقهوة، بس ما حدش يقوله على الإجابة لحد ما ارجع. ها ما حدا حيقله خلص روحي. تعرفوا عن جد شغلتكم مهضومة. مو بس مهضومة، ودم خفيف كمان. فاتنا لو بتفوتي بالتفاصيل لأنه طار النهار. يلا ولو كرم، أكيد السبايا صار عندهم فكرة عن البروغرام. لا الحقيقة ما صار عندنا وقت لنحكي بهيك موضوع. موضوع شو؟ يا علينا يا جماعة، عم نضيع كتير وقت، عم نضيع كتير وقت، عم تضيعوا من إيديكم فرصة ذهبية. أوكي فرصة فرصة أوكي، بس أنه ما فهمنا عن شو عم تحكوا صاري يعني. أوكي يا سبايا، بدنا يكون أنتوا الخمسة تتشاركونا ببروغرام الريالتي تي في، والتصوير رح يكون ببيروت. نحن؟ سوري استاذ كرم، يعني انا بقدر اكون معكم بالبروجرام بس مو شارك فيه، يعني يكون مخرجه وبس. رح تكوني بالاخراج بس بالسيزن الثاني. انا بفضل السيزن الاول تكونوا كلكم مشتركات. يا جماعه سوري يعني، بس انتوا عم تحكوا عن شيء نحن ما انا فهمانين منه شيء، عم تحكوا عننا مو. ولا لا لك انا فسر خلص، انا رح فسلكم كل شيء عن البروجرام من اوله لاخره، بس بتوعدوني انه رح تعطوني جواب نهائي خلال 47 ساعه. مش 48؟ بدك ساعه اضافيه خدي معلي انبسطي. ما في مشكل. ليش ما عم تزبط مع معرف؟ هي اخرتها بعد كل هالانتظار تجيكي مشاركة ببرنامج حلو، بس وين؟ مو محلك، مو ورا الكاميرا. لا لا والف لا، ما رح وافق ابدا. طيب حرام كون انا مخرجته للبرنامج، لقوا مين حيشارك فيه؟ رفقاتي. يا الله شو حظي سيء، ما دخلني بهيك برنامج نهائيا. ميكومو، كيف انا بوافق على هيك مغامره؟ طول عمري بستحي وقف قدام الكاميرات بالاعراس اللي بعملها. شو عم يصير معي؟ ليش بدي اعمل هيك؟ انا يعني معقول يكون انا عم دور على المصاري مثلا؟ طبعا لا، مو أنا بالمرة، مو هناتي اللي بتركض ورا المصاري. يا ما لكان شو؟ يلا زودة وفرقة، يعني إذا حسيت إنه القصة بايخة بصفق لي شي وحدة من هالبنات بهدلة، وهيك هيك بكون فشيت خلقي أنا أصلا. والشغل هيك هيك هلأ ما في شغل، ما عندي ولا مناسبة، حتى خطبة ما في، طلبة ما في. خلاص 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 رح روح. أنا مع أني أخوض هالمغامرة، مع أنه مدركة تماماً أنه ممكن تعطلني عن شغلي، بس كمان حلو السسبنس بالحياة. ما يشتي أنت شو رأيك؟ أنا؟ رأيي واضح بهي القصة، هي النوعية من البرامج ما بتشبهني، لذلك لا تحسبوا حسابي. كيف ما نحسب حسابك؟ إيش معزومين على سهرة؟ ميوشة هذا بروجرام. بروجرام، أوكي، بس ما بيخصني، لهيك نوي إني أقبل بهيك مشروع. والسبب؟
أنا مخرجة وبس، مشروعي ما بيشبه مشروعكم ولا بيتقاطع معه ولا بنقطة، مشان هيك سكروا على الموضوع أو اتفقوا عليه بدوني. طيب فينك تشوفي الموضوع من غير هالزاوية المعتمة؟ شفته من كل الزوايا وما اقتنعت. يا ميوشة إذا ربحنا بالبرنامج ممكن تتحقق كل أحلامنا، وممكن كمان ننجولك مسلسلك الخاص. إذا مسلسلي الخاص ده يجي بهي الطريقة فبلا منه. مايا أنت ليه سرحت بأفكارك؟ يعني وين المرونة يلي كنتي عم تحكي عنها؟ وين الجرأة بالأفكار والخروج عن المألوف؟ يعني أنا ما شايفة أنه هالبرنامج بنقص منك شي. لا تحاولوا تقنعوني. والله ما عم بفهم. هلا النشرة الجوية. شو قصدك نشرة الجوية؟ ايه ايه ايه، يعني مو معقول تكون اتفقت افكارها مع افكار النشرة الجوية وما اتفقت افكارها مع هيك بروغرام. سي بيزار. هلا انتو ليش مصرين انكم تقنعوني؟ خلص انتو مو مقتنعين بكفي. قصدك انه نروح لحالنا؟ مستحيل. انت شو عم تحكي؟ خلص سكروا على الموضوع، ظاهر مالنا نصيب. خلونا نرجع للواقع وبلا الاحلام. خلصنا بنات، خلوا صداقتنا على جنب وفكروا كتير منيح، لا تخلوا قراري يأثر على قراركم. أنا ما رح أشترك بالبرنامج، It's okay، كتير عادي، بس هذا ما بيعني إنه أنتوا تنسحبوا من البرنامج. لهيك بدي إياكم تشيلوا العواطف على جنب وتفكروا بالعقل، بالآخر It's business. وصدقوني صدقوني شو ما كان قراركم أنا مالي رح أزعل أبدا، بالعكس أنا رح وقف جنبكم ورح أدعمكم ورح صوت لكم كمان منيح. بليز ميديا، بدي اعتمد عليك بهالموضوع، ضروري تقنعيها. حاولي مرة وتنتين وتلاتي، هي طيوبة وانت بتقدري لها. اوكي دادو، شو بصير معك احكيني فورا. ناطرتك. باي باي. ماشي ماشي، باي باي. شو قالت لك؟ قالت لي حاولي تقنعوها كمان وكمان. واذا ما قبلت؟ بتكون ضيعت علينا فرصة، ما بتجي بالعمر إلا مرة واحدة، هاي إذا إجت. سميحة؟ شو صار معي؟ قنعتيها؟ ما صار شي، ما ضل طريقة ما حكيت فيها معها، بالسياسة، بالترغيب، بالتعصيب، بالإقناع، ما في مجال، ما بتروح يعني ما بتروح. كنت متوقعة هالشي. يعني شو؟ خلاص؟ بطل في أمل؟ تجربة حلوة كتير وحرام نروحها. مليون دولار. مليون دولار يا جماعة، تعوا ما نضحك على حالنا. إن شاء الله يكونوا مليار، شو نستغنى عن مايا؟ أنا هاد اللي عم أقوله، لا لازم نقنع مايا. لازم نعيد المحاولة. لا تعذبوا حالكم، ما رح تقتنع. خلاص قدامنا حل من الاثنين، يا أما منقنع مايا أنه تروح معنا، يا أما لسه بدكم بنت خامسة؟ لا يا أنت يا أما بنروح. أنا عجل؟ أنا فكرت بالموضوع، كل الأسباب اللي حاولتوا تقنعوني فيها ما بتعنيني، أنا بيعنيني شي واحد بس، إني ما بقدر أعيش بلاكم ولا يوم.